بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، لكن الرسل الذين قبله هل بعثوا إلى الجن أم للجن أنبياء خاصة بهم؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الرسل خاصون بالإنس، بعثهم الله من الإنس، والجن تبع للإنس. الجن مكلفون، مأمورون ومنهيون مثل الإنس في كل زمان وفي كل مكان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا من سكان مكة، أعمل بالمدينة النبوية، وسأنوي الحج العام القادم إن شاء الله، حج تمتع، وسوف أبقى في المدينة النبوية إلى اليوم الأول من ذي الحجة. سؤالي: من أين أحرم؟ هل أحرم من مكة أو المدينة؟ تحرم من ميقات المدينة، من أبيار علي، مثل الحجاج المدينة والذين يأتون عن طريق المدينة يحرمون من ذي الحليفة ولا يؤخر الإحرام عنها. نعم. يقول: توفي أخي في رجب، فقررنا أن نخرج الزكاة عن ماله كل رجب لأنه مدار الحول، هل هذا صحيح؟ إذا توفي الإنسان انتقل ماله إلى الورثة، ليس عليه زكاة على الميت، إنما الزكاة على الورثة، كل يزكي نصيب من الميراث. نعم. تقول السائلة: ما حكم استخدام زيت الحشيش للشعر للمرأة من أجل تطويله وتمديده؟ هناك زيوت كثيرة تكفي عن زيت الحشيش، لأن الحشيش محرم وحوله كلام لم يكلها الله إلا زيت الحشيش. هناك زيوت كثيرة وصالحة للشعر والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: زوجتي عليها قضاء وبقي عليها بعض أيام من رمضان لم تقضيه تهاون، إلى أن دخل عليها رمضان التالي، فماذا عليها؟ بارك الله فيكم. عليها أن تصوم رمضان الذي حضر، وإذا انتهى تصوم ما عليها من رمضان السابق، ويكون عليها إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم. هذا سائل يقول: شيخ، ما رأيكم في من يجعل التوبة إلى الله بعد عمل صالح، أي بعد صلاة جمعة أو بعد صيام نفل أو بعد صلاة فجر؟ لا يربط التوبة بأداء عمل صالح، بل يبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة لئلا يفجأه الموت وهو لم يتوب، واتباع الصلوات بالتوبة والاستغفار هذا شيء طيب مشروع، ولكن لا يؤجل التوبة من الذنوب والمعاصي ويربطها بالعبادات. نعم. يقول السائل: عندما يتوب السارق من السرقة، ماذا يفعل بحق الأشخاص الذين سرق منه؟ إذا كان يعرفهم يرد المال عليهم ويطلب المسامحة منهم، أما إذا كان لا يعرفهم فإنه تصدق بهذا المال على نية أن أجره لصاحبه ويتخلص منه. نعم. هذا السائل من السودان مقيم بالرياض يقول: كيف تكون المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نكون متبعين، نعرف أننا متبعين لسنته؟ المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم في القلب، وهي واجبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل يحب الرسول أكثر مما يحب نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة الإيمان، وهذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. والاتباع يعرف بالعمل، إذا كنت تعمل بالطاعات وأداء الواجبات، تترك المحرمات والمعاصي،
المعاصي فهذا هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في نظركم في من زوج أو تزوج شغارا؟ زواج الشغار وحكمه في الإسلام؟ الشغار حرام، وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، يكون امرأة بدل امرأة ولا مهر بينهما، هذا شغار بالإجماع وهو باطل، إن الأنكحة الباطلة، فرق بينهما. أما إذا كان بينهما صداق لكل واحدة، صداق كالمعتاد كصداق نسائها، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، هل هو شغار أو ليس بشغار؟ تجنبه لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة. نعم. يقول السائل: إمام يصلي بالناس وتذكر في الركعة الثانية أن وضوءه ناقص قبل الصلاة، كيف يكمل بالمصلين الصلاة وهل عليهم سجود سهو؟ يجب عليه الخروج من الصلاة ويأمرهم بالانتظار ويذهب ويتوضأ ويبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم. يقول: هل يجوز للحاج إذا حلق رأسه وساق الهدي أن يحل من إحرامه؟ إذا رمى الجمرة حلق رأسه، أو رمى الجمرة وطاف وسعى، أو طاف وسعى وحلق رأسه، إذا فعل اثنين من ثلاثة، الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة جاز له أن يلبس ثيابه وأن يتطيب، وأن إلا امرأته لا يقربها حتى يؤدي الثالث، حتى يؤدي الركن الثالث. نعم. هذا يسأل يقول: أخذت من إحدى المؤسسات المصرفية بيع تورق. نعم. يقول: أريد أن أعرف حكم الشرع في التورق من البيوع حفظكم الله. التورق من البنك أو من غيره، أن تكون السلعة في ملك الدائن البايع قبل أن يعقد معك البيع، تكون في ملكه، ثم يبيعها عليك بثمن مؤجل، تقبضها منه، تبيعها على غيره، تستفيد من ثمنها، إذا حل الأجل تسدد له قيمة السلعة التي هي دين في ذمتك. هذه هي مسألة التورق، وهذه شروطها لا تصح إلا بهذه الشروط: أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل العقد، أن تقبضها منه، أن تبيعها على غيره أو تستهلكها، وإذا حل الأجل تسدد له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حدث لي حادث وتكسرت أسناني الأمامية وقمت بتركيب أسنان ولكن ليست كما كانت، فلو قمت متعمدا بجعل الأسنان على صف واحد وهي لم تكن كذلك بالأول، هل حكم عملية التجميل بعد الحادث جائزة؟ لا بأس بذلك، وهذا الشيء يرجع إلى الأطباء، أطباء الأسنان، لا بأس أن تركب أسنانا بدل الأسنان الأصلية، لا بأس أن تجملها وأن تعدلها ولو كانت الأصلية غير جميلة أو غير معتدلة، لا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، بالنسبة للحسنات هل تتفاوت فيما بينها؟ يعني إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليها المسلم بنفس الأجر؟ الحسنات تنقسم إلى قسمين: حسنات واجبة مثل الفرائض، حسنات مستحبة مثل السنن، وكلها فيها أجر ثواب لمن صلحت نيته. نعم. أحسن الله إليكم. إذا عجز الإنسان عن العقيقة فهل تسقط عنه؟ وهل إذا جعل العقيقة وليمة وجمع عليها الناس هل هذا جائز؟ العقيقة ليست واجبة، ليست واجبة، إذا فعلها فهذا أحسن، وهي شعيرة من الشعائر المشروعة، وإذا لم يفعلها فليس عليه حرج، والمشروع فيها مثل ما يشرع في الأضحية، أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، ولو أنه طبخها ودعا إليها أناسا وأكلوها فإنها تجزي بإذن الله، ولكن كونه يتصدق بشيء منها هذا أحوط وأفضل. نعم. يقول هذا السائل: أنا مع مجموعة ندرس في الخارج ونقوم بقصر الصلاة وجمعها بحكم فتوى قرأناها بأنه يجوز للدارسين في الخارج قصر الصلاة والجمع. هذا لا يجوز، وهذه الفتوى مرجوحة، جمهور أهل العلم على خلافها، فلا يجوز العمل بها. إذا نويتم إقامة طويلة للدراسة أو لغيرها، بل إذا نويتم إقامة تزيد على 4 أيام، إنه يجب عليكم إتمام الصلاة، يجب عليكم صيام رمضان، لأنكم أصبحتم مقيمين ولستم مسافرين، انقطع السفر بالإقامة التي من هذا النوع، عليكم أن تتعلموا
تتنبهوا وتنبهوا إخوانكم عن هذا الأمر. نعم. هذا السائل يقول: رجل باع ذهب زوجته لسداد دين عليه، فهل على ذلك الذهب زكاة بحكم أنه دين في ذمة الرجل لزوجته مع العلم بأنه معسر حاليا؟ الدين عليها هي، الزكاة عليها هي، لأن الدين لها، هي اللي تملك هذا الدين، فتزكيه إذا مضى عليه سنة. نعم. هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، الشخص الذي يعاني من خروج قطرات من البول بعد إتمام الوضوء والشروع في الصلاة، فهذا يحدث له دائما عند كل وضوء؟ هذا إن كان من باب الوسواس فإنه يتركه ولا يلتفت إليه، أما إذا كان حقيقي تيقن أنه يخرج منه قطرات من البول، عليه أن يعالج هذا بأن يتأخر في الوضوء بعد البول حتى ينشف ذكره وينقطع البول منه، ثم يستنجي ثم يتوضأ. إذا كان هذا لا يرقى ولا ينقطع، هذا ما يسمى سلس البول، هو نوع من المرض، ويستنجي عند الصلاة ويتوضأ ويصلي في الحال، كل ما يريد أن يصلي صلاة توضأ لها من الصلوات الفرائض: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: بعض النساء يلبسن ملابس مثل التنورة والبلوزة، وتكون هذه الملابس ضيقة قليلا وشفافة، فما حكم هذه الملابس؟ مأجورين؟ على المرأة أن تستر نفسها، والمرأة كلها عورة، كلها عورة عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، عليها أن تستر نفسها بما يغطي جسمها ولا يظهر شيء من ورائه، لا يكون شفافا، يجب ويكون واسعا لا ضيقا، يجب أن يكون ساترا يستر ما وراءه، ويجب أن يكون واسعا وليس ضيقا، عليها أن تراعي هذا، تخاف الله سبحانه وتعالى، لئلا تكون من النساء اللاتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهن كأنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يضخمن الرؤوس، يجمعن الشعر، يجعلنه خلف الرأس كأنه رأس آخر، كأسنمة البخت، اللي هو البخت هي الإبل التي لها سنمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليهن أن يتقين الله عز وجل، حافظن على الستر والحياء والعفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، بالنسبة لوضع المصاحف في المسجد، هل تعتبر صدقة جارية؟ نعم، الكتب، كتب العلم والمصاحف إذا أوقفها فهذا خير عظيم وفيه أجر كبير في المساجد، لكن لا يجوز إخراجها من المسجد الذي وقفت عليه، لا يجوز إخراجها منه. نعم. في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ما مناسبة هذا وهل هذا حديث؟ نعم، هذا حديث، الرسول ما جاء ليعلم الناس أمور الدنيا لأنهم يعرفونها، إنما جاءت الرسل ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس أمور دينهم وعقيدتهم، وأما أمور الدنيا مثل الحرث، الزرع، مثل تلقيح النخل، تأبير النخل، هذه أمور يعرفونها، أمور دنيوية يعرفونها بمزاولتهم لها، وإنما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والعبادة الصالحة، هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للتشكي من المرض، إذا سئل من صديق له أو من قريب، هل هذا جائز؟ يكره هذا، أن يتشكى إلى الناس، عليه أن يصبر ولا يخبر بمرضه إلا من يريد أن يعالجه، مثل الطبيب يأتي إليه ويسأله ما يجد ما يحس به، لا بأس أن يخبر بذلك لأجل العلاج، أما الإخبار من أجل التشكي فهذا يكره أو يحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله من القصيم: يوجد لدى والدتي ذهب وهو للزينة، ولم تلبس منه إلا الشيء القليل، ويبقى
سنتين أو أكثر دون أن تلبس منه شيء، وقد مضى عليه سنوات لم تزكيه. إذا كان التنويه للزينة واللباس واللبس والتحلي به ليس عليه زكاة عند جمهور أهل العلم، أما إذا كانت تريده للقنية والتجارة هذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر. نعم. يقول: شخص نذر لأحد أولاده بقطعة أرض مقابل خدمته ورعايته له من دون إخوته، فهل هذا النذر جائز؟ هذا غير جائز، تخصيص أحد الأولاد بالعطية دون الآخرين محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا يجوز أن يخصص بعضهم بالعطية دون الآخرين، وإذا أعطاه فإما أن يسترجع هذه العطية منه وإما أن يعطي الآخرين مثله. نعم. يقول هذا السائل: لدي عدة أسئلة عن الشتاء، قرأت في أحد الكتب بأن السلف كانوا يتباشرون عند دخول الشتاء، هل ورد شيء في ذلك؟ لا، ورد أنهم يفرحون بالشتاء لطول الليل لأجل التهجد، فيفرحون بليالي الشتاء لأجل التهجد صلاة الليل. نعم. فقرته الثانية: بالنسبة للمسح على الشراب في الأيام الباردة في السفر وفي الحضر كيف يكون؟ نعم، الشراب مثل الخفاف تستر الرجل، إذا لبسها على طهارة فإنه يمسح عليها إن كان مقيما يوم وليلة وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليها. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ، يقول: بالنسبة للمقيمين في جدة من أين يحرمون للعمرة؟ يحرمون من جدة، إذا نووا الإحرام من جدة يحرمون من جدة. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء، بعض الناس يفرح برمضان ويصلي مع الجماعة ولكنه بعد انقضاء الشهر يصلي في بيته ويتهاون بالفروض. هذا يكون أحسن في رمضان وأساء في غير رمضان. صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد واجب، وترك واجبا لا يجوز له ذلك، عليه أن يصلي مع الجماعة ويداوم على الصلاة مع الجماعة، وهي أولى من قيام رمضان لأنها فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلف عن صلاة الجماعة، بل توعد على ذلك، وهم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم في النار. هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة على المستطيع، يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.